ديانا ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابو حبيبي. منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. تحبي بقى اقول لك دكتوره ولا اقول لك يا بطله العالم ولا اقول لك ايه؟ قولي لي ديانا بس. تمام. احنا طبعا سعداء ان انت منورانا النهارده في قناه الاهلي. وجودك طبعا شرف كبير لينا، ودخولك على الريد كاربت، لان الريد كاربت في قناه الاهلي الحقيقه بيخش فيها الاساطير. وانت اصبحتي اسطوره من اساطير الرياضه المصريه، مش بس النادي الاهلي، ويعني وحفرت اسمك من ذهب، وده حقك ولازم ندي لك حقك اكتر. استاذنك ممكن تقعدي؟ اكيد. جيانا، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. نبتدي منين بقى؟ نبتدي من قصه من الاول ولا من الاخر؟ انا عارف انت كنت في البرتغال ولسه راجعه. مظبوط. صحيح. لسه راجعين من 10 ايام تقريبا. دي كان اول بطوله ليكي بعد سنه ونص يمكن توقف. تقريبا بس انت تاهلتي خلاص يعني. انت انا مؤهله من شهر 3/2020 السنه اللي فاتت. متاهله لاولمبياد طوكيو اللي كانت المفروض تتلعب السنه اللي فاتت. مظبوط. تاهلت من قبلها بفتره من شهر مارس. مظبوط مظبوط. طيب والبطوله دي كانت مجرد استعداد؟ هل في بطولات ثانيه مثلا هتلعبيها؟ هل في حاجه؟ البطوله دي كانت بالنسبه لي بس مجرد احتكاك، لان انا كان بقالي تقريبا سنه وثلاث شهور قاعده في البيت. كان في بطوله قبلها بتقريبا شهر كانت في تركيا، بس ما لحقتش اطلعها لان ما كنتش لسه تعافيت من الكورونا، يعني كنت لسه طالعه من دور الكورونا. ولسه الله يسلم حضرتك. ميرسي. فما عرفتش اشترك في تركيا، فكانت بالنسبه لنا البرتغال محطه اساسيه ان احنا نجرب الشغل اللي احنا بقالنا سنه تقريبا بنشتغل عليه. كانت بالنسبه لي تحصيل حاصل، بس مجرد احتكاك قبل الاولمبيكس، اللي هي اخر احتكاك بالنسبه لي. عندك حاجات جايه في الاجنده الفتره للاسف اللي... لا مفيش حاجه تاني موجوده، دي كانت اخر حاجه بالنسبه لنا يعني. وعسى ان تقراوا شيئا ممكن يبقى ده لصالحك ان شاء الله في الاولمبياد باذن الله. الحقيقه اللي ما اتفرجش على جانا فاروق فاتو كتير، والحقيقه يعني زي ما شفنا في التقرير التفوق علمي ودراسي، يعني ما شاء الله خريجة صيدلة القاهرة، وأيضا على مستوى الرياضي، يعني حاجة بجد جميلة جيانا. ميرسي، ربنا يخلي حضرتك. بابا مخرج. بابا مخرج. الأستاذ محمد فاروق مخرج كبير. مظبوط. ما فكرتيش تخشي كده أو كده في لا في هو رفض بصراحة، قال لي المجال صعب قوي بصراحة، وشغلنا متأخر ومواعيده مش محددة. ف لا خليكي. قال لي خليكي في الرياضة. طب وكمان إيه قصة البوست والكحك والعيد؟ ما أكلتيش كحك في العيد ولا إيه؟ لا ما أكلتش، عشان كان عندي كده محافظة على الميزان بتاعي، عشان لازم أفضل محافظة على وزن معين. ولا كحكة؟ يعني بقى يعني في الخباثه كده من ورا دكتور التغذيه. يعني انت عشان تظبطي ميزانك طبعا، عشان داخلين على فتره حرجه جدا.